Hello everybody, how are you? I hope you are fine. مرحبا بكم جميعا إلى تدريب رائع جدا. وهذا التدريب يفيد الطلاب الذين يقولون أنا عندي كلمات إنجليزية، أنا نفسي أتعلم اللغة الإنجليزية، حاب أتكلم بس مش عارف كيف أرتب كلامي، كيف أعمل جملي. هذا التدريب هيكون مفيد جدا. اليوم أعطيتك أنا تدريب على كيف تحول جملة واحدة إلى عدة أزمنة بطريقة بسيطة جدا وسهلة، وهذا ما يخطئ فيه كثير من الطلاب، ويجعل الآخرين الذين يسمعوك لا يعرفون يعني المغزى أو معنى كلامك بالشكل الصحيح. وأيضا أعطيتك جمل كترجمة بنفس الطريقة، هذه الجمل تستطيع أنها تحولها أنت إلى اللغة الإنجليزية بعدة أزمنة مختلفة. خلونا نركز على هذا الجانب أول شيء باللغة الإنجليزية، ثم ننتقل للغة العربية. لكن قبل أن أنسى، اللي حاب أنه هو يشاهد دروس المستويات أو دروس القواعد، أو هناك عندي على القناة دروس مستويات، يدخل على قناتي عبر الضغط على اسم القناة ثم استظهر لك قائمة التشغيل. من قائمة التشغيل ستجد مجموعة دروس المستويات، تجميع دروس القواعد، الكلمات، المحادثات، المبتدئة، كل شيء ستجده هناك. طيب هنبدأ، ركز معي في الجملة الأولى. قلنا she is working. هذا تقصد به، يقصد به لما تجد ال is وال ing، ال are وال ing، ال am وال ing، هذا يقصد به نفس اللحظة من الكلام هي بتشتغل أو هي بتعمل وأنا بأشوفها أمامي. she is working، هي تعمل، أي في نفس اللحظة من الكلام. لكن she works مع إضافة ال is، هذا يدل على إنه هذا زمن مضارع بسيط، أنه المضارع البسيط قانونه إنه أي فعل يأتي بعد هي وشي وإيت نضيف للفعل إس. واحد يقول هذا إس الجمع، لا ليست إس الجمع، هذه اسمها إس المضارع البسيط. الإس الفعل لا يجمع، إس الجمع تتكلم على الأسماء، يعني كار كارز، بين بينز، بوك بوكس، لكن هذا يسمى إس المضارع البسيط. طبعا الفعل يضاف له إس فقط بعد الهي والشي والإيت، الهي والشي والإيت إذا جاء بعدهم فعل ضيف الإس، أما الآي واليو والدي والوي ما أضيف لهم إس. طيب نعود، she is working يعني هي بتعمل الآن في نفس لحظة من الكلام. she works أنا بكلمك من عادتها إنها بتعمل. she worked مع الإيدي هي عملت، يعني في زمن الماضي. she will work هي سوف تعمل. إذا معنا أربع أزمنة: المضارع المستمر الآن، المضارع اللي بتتكلم عن العادات، الماضي، المستقبل، بنفس الطريقة. الجملة الثانية: I am selling mobiles. واحد بيقول لك أنا الآن ببيع موبايلات. I am selling مع وجود الـ ing والـ am كما أخبرتك. I sell عندما يقول واحد I بدون am بدون ing، I sell نفسها موبايلز، يعني هذا يقصد لك إنه أنا من عادتي إن أنا أبيع الجوالات. يعني أنا الآن لما أذكر الجملة الأولى، أنا الآن اتصلت فيني إيش بتعمل أو أسألك أقول لك What are you doing؟ تقولي I am selling mobiles، أنا الآن في هذه اللحظة ببيع موبايلات. لكن I sell أنا حصلك في مركب، في أسانسير، في شركة، في مول، فأقول لك أنت إيش بتشتغل، إيش بتعمل؟ تقول والله أنا ببيع جوالات، أنا ببيع موبايلات. ف I sell يعني من عادتي. I sold أنا بعته، الماضي من sell sold، هذه ليست من الأفعال اللي تأخذ إيدي كما في هذا الفعل، هذا يسمى فعل شاذ. I will أنا سوف، هذا مستقبل، إذن أنا ببيع الآن، أنا من عادتي أبيع، أنا بعت، أنا سوف أبيع. أنا الآن جالس أدربك كيف تحول الجملة إلى عدة أزمنة، لأن هذا اللي أنا بلاحظه أنه عند كثير من الطلاب الأخطاء. طبعا البعض يقول أنا هذا الكلام فهمه، ركز معايا صدقني، الطلاب كثير بتحصلهم بيقول لك I am sell وهذا خطأ، أو تجد الطلاب يقول لك I am selling تمام، وقد تجد الطلاب يقول لك I am sold وهذا خطأ، وقد تجد البعض يقول لك I am will وهذا أيضا خطأ، هذا خطأ، ما فيش غير I will sell، I sold، تمام. يعني على الرغم انه انا بتكلم وبشرح هذه النقاط من وقت لاخر، الا ان تجد الطلاب في التعليقات او في الحياه اليوميه تجده بيغلط، فيقول لك شي از ورك، ما لا يضع الاي ان جي، يجي يقول لك شي از وركس، يا حبيبي الاز ياتي مع الاي ان جي، شي وركس ما فيها از ولا ار ولا ام. تجده ايضا يقول لك شي از وركت، هي تكون عملت، يعني مش هينفع يا حبيبي، او تجده يقول لك she will working يا حبيبي يا نور عين، او she will work. الخربطه في الازمنه هذه ليس لها داعي، صدقني ليس لها داعي.
انت لو ركزت معي في الدرس العمليه بسيطه جدا ليس لها داعي. طيب تعال نركز انا وانت كيف نقول العب لعبت سالعب، اقابلك قابلتك ساقابلك، اساعد توم ساعدت توم سوف اساعد توم. شوف كيف حبه بسيطه كذا العمليه، ايه العمليه بسيطه. طبعا انت هتلاحظ انه انا كاتبها ثلاث جمل بينما هنا الاربع انواع 1 2 3 4. ليش؟ لانه احنا لما نقول باللغه العربيه العب نحن عندنا مضارع واحد، هم عندهم اثنين مضارع، المضارع المستمر اللي هو هذه اللحظه والمضارع البسيط، فهذا يخدع الطالب. يعني انت عندما تاتي الفكره الى عقلك وتريد تقول انا العب، ما هي انت واحده من الثنتين، يا اما بتلعب الان فتقول I am playing، وإلا أنت بتتكلم على العادات فتقول I play. ركز معايا ركز معايا، أنت واحدة من الثنتين، يا إما تقول I am playing وتتقصد في نفس اللحظة الكلام واحد اتصل فيك إيش بتعمل تقول له I am playing football، وإما إن أنا بقابلك في كافيه صديقي وبتدردش مع بعض فتكلمني عن عاداتك. على فكرة أنا بلعب كرة القدم مع أصدقائي في الجيم، يعني مش في الكافيه وانت بتشرب معاه القهوه، لا بتكلم على العادات فهتقول I play. لعبت I played، سألعب I will play، وبنفس الطريقه اقابلك معنا مضارعين، اما مضارع مستمر يعني انا اقابلك الان I am meet، هنضيف لها ing I am meeting you، أو حاب تقول أنا أقابل توم الآن يعني، أو I meet بدون ing فتصبح I meet you أنا أقابلك، I meet you يعني أنا أقابلك أنت، يعني I meet هذه من عاداتي وهذه أنا بقابلك الآن. قابلتك الماضي من الميت هو ليس بإضافة الإيدي لأنه هذا فعل شاذ، في الماضي منها I meet، I meet you أنا قابلتك. سأقابلك I will meet you. طيب سأساعد توم، هذه اثنين مضارع، إما بتساعده الآن فتقول I am helping Tom وهذا تقصد بها الآن، أو تقول I help Tom أنا من عادتي، I help Tom أنا من عادتي، هذه أنا الآن بساعده هذا أنا من عادتي، أنا بكلمك إنه أنا من عادتي بساعد توم. ساعدت توم I helped مع إيدي توم، سوف أساعد توم I will help توم. العملية بسيطة جدا، العملية بسيطة جدا، وانت زي ما انت شايف يعني مسألة مش محتاجة خربطة وتحط لي ING مع الويل، تضع الإز مع المضارع البسيط، تضع الإز مع الماضي، لا 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 لا، انت كده حبة حبة. واللي يقول طب انا اوكي انا الدرس تقريبا شبه مفهوم بس بصراحه بتخربط فيه، يعطيني نصيحه كده اتمرن عليه. هتسمع نصيحتي؟ حلو، روح خذ ورقه ودفتر واعمل مثال تبع نفس مثالي هذا، بس غير الشيء مثلا الى هي، الى عبد الله، الى محمود، وغير الورك مثلا الى اريد يقرا، رايت يكتب، واتش تي في يشاهد التلفاز، حلو، كوك يطبخ، ستدي يدرس، واعمل عملية تغيير الزمن بس تدرب عليه كذا 5-6 مرات انتهى الموضوع. اسمع من أخوك وهذا يقول طب ممكن أعملها بدون ورقة وقلم يعني تدريب ذهني، طب نسويها مع بعض، نسويها مع بعض. أنا حاب أقول إن هي بتدرس الآن، she is studying يعني study هنضيف لها ing she is studying she is studying هذا يقصد به الآن، هي من عادتها بتدرس، حول الستدي الى ستديز الواي تصبح شي ستديز. طيب هي درست شي ستديت، نحول الواي الى ايدي شي ستديت، هي سوف تدرس شي ويل ستدي. حلو جدا، تعالوا نغير الشي هذه مثلا نخليها يو انت، يو انت او انتم، والفعل نغيره ونخليه مثلا كما قلنا مثلا فيكس يصلح. تمام، اذا كان اريد ان اقول انت الان بتصلح السياره يو ار فيكسينج ذا كار، انت من عادتك تصلح السياره يو فيكس كارز، انت من عادتك تصلح السيارات، انت اصلحت السياره يو فيكست
cars أو my car، أنت أصلحت سيارتي. خليها مستقبل you will fix my car، أنت سوف تصلح سيارتي. وأنصحك تتدرب أيضا، أنت حاب تعمل جمل كذا بالعربي، طبخت، سأطبخ، أطبخ الآن، وحاول أنك تترجمها. العملية مهمة جدا وبسيطة جدا وتحتاجها جدا في الحياة. مش حاب أطور الدرس عليكم، المهم أنك أنت تشارك الفيديو مع غيرك، واضغط لايك إذا عجبك الفيديو، واعمل لي لايك يا أخي إذا استفدت منه، أنت مش خسران حاجة. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. Thank you very much. شكرا جزيلا. Good luck. حظا موفقا. مع سلامة الله.